تسألني ترى هل سافرت الليلة دروب الحي تسألني ترى أهلا وسهلا بكم أخواني وأحبائي الأعزاء، معكم الفنان الفلكي عزة الأورغ والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فدائما نطلب منكم السبسكرايب والشير واللايك حتى تدعمونا لنواصل أكثر. اليوم غنديروا أغنية رائعة، أغنية يعني شامية للمطرب الراحل وديع الصافي، وهي أغنية الليل يا ليلى. أكيد فهي بطلب من بعض الأعضاء، فنتمنى أنها تستفيدوا منها وبقوا معنا. أولا أغنية الليل يا ليلى للفنان المطرب الراحل وديع الصافي هي بياتي على الله. بياتي على الله يبدأ من الله، من هنا لا سي دو ري فا صول لا صول فا مي ري دو سي لا، وفي السلم الموسيقي تكون فقط السي بالربع تون، تكون فقط السي بالربع تون. طبعا ناخذ ايقاع شرقي اي رباعي ما بين رباعي وبلدي على سرعه 106، ثم نبدا. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على نينا، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على نينا، الحب لا تحلون سالمه لا إذا غنى الهوى ليلى ليلى، لا إذا غنى الهوى ليلى، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت الليلة، دروب الحي تسألني ترى هل سافرت وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى إلى عينيك يا ليلى، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، غنى الهوى ليلى ليلى، لا إذا غنى الهوى ليلى، لأجلك يطلع القمر خجولا كله خطر، لأجلك يطلع القمر خجولا كله خطر، وذكر له السفر مدى عينيك يا ليلى مدى عينيك يا ليلى، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب
نبذة مختصرة من أغنية الليل يا ليلى للمطرب وديع الصافي. طبعا من ناحية السولو يعني ما فيهاش سولوهات وما فيهاش يعني ما فيهاش يعني موسيقى كثيرة، فقط لأجلك يطلع القمر حتى ندخل في هذا المقطع، وثم في مقطع يعني نمر مرورا على حكازري مرور نضرب الحي تسألني ترى هل سافرت ليل وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليل إلى عينيك يا ليل. هنا نمر على الحجازري، ونعود للبيت على الله. طبعا هذه نكتة مختصرة عن أغنية الليل يا ليلى، أتمنى أن تنال إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.